افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان معرض توظيف الإناث في القطاع المالي والمصرفي. هذا وشارك في المعرض 33 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في مملكة البحرين بعرضها أكثر من 300 وظيفة شاغرة لديها، إضافة إلى عرض الوظائف المتاحة في نفس القطاع لدى بنك الشواغر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. إلاء فرص عمل مناسبة للإناث في القطاع المالي والمصرفي يقع ضمن خطة ممنهجة تسير عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهي اليوم تميط اللثام عن معارض توظيف خاصة بهن، وفي مقدمتها معرض توظيف الإناث في القطاع المالي والمصرفي حاملا عناوين رئيسة يركز مجملها على تحديد مستقبل المرأة البحرينية في هذا القطاع، إذ أن المرأة كانت ولا تزال شريكا فاعلا فيه، واشتركت في بناء صرح التنمية والتطور، وساهمت في جعل البحرين مركزا ماليا رائدا في المنطقة. لدينا نسبة تفوق الذكور في التعطل عن العمل بالنسبة للإناث. نحاول بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وخاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي أن نخفض من معدلات البطالة بين الإناث، وهذا واحد من الفعاليات المشتركة اللي احنا نسويها بهذا الهدف. تفضيل العمل في القطاع العام خلق حالة من الضغط الكبير على مؤسسات الدولة، ولذا لابد من تشجيع الباحثات عن العمل على الانخراط فيما يقدمه القطاع الخاص من فرص عمل عديدة لا تقل أهمية عن أمثالها في القطاع العام. وعليه جاء معرض توظيف الإناث في القطاع المالي والمصرفي ب 33 منشئة تعرض 300 وظيفة عن قرب أمام الباحثات عنها من حديثات التخرج. هذا القطاع جاذب للبحرينيين، ولذلك احنا استهدفناه خصوصا فئة الإناث تشوف روحها أكثر راحة واستقرار في هذه النوعية من الوظائف. عملنا على مدار شهر كامل، حصلنا على شركات أكثر من المشاركة، ولكن يعني فضلنا أن نقسمها على نصفين، كل سنة أو كل نصف سنة نسوي معرض مشابه لهذا القطاع. ويعد هذا المعرض من المعارض النوعية المتخصصة في خدمة أصحاب العمل بشكل كبير، من خلال استعراض قدرات وخبرات الراغبات في العمل من الزائرات للمعرض بشكل مباشر، فضلا عن المساهمة في خدمة الأهداف الوطنية في جعل المواطنة البحرينية الخيار الأول في التوظيف بالنسبة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص. تنظيم معرض التوظيف في السوق المالي والمصرفي لتعريف الباحثات عن العمل بحاجة السوق المحلي للوظائف للحصول على وظيفة مناسبة ودخل شهري يرضي طموحهم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.